انتي بشد حيلك معي انا سما. مرحبا. قراءة هي من اهم المهارات الاساسية بالعملية التعليمية، لانه كل شيء بهالعملية بينبنى على القراءة. مشان هيك كلياتنا كأهل ومربين منهتم انه الطفل يتعلم القراءة بوقتها وبشكل صحيح. بس في ظاهرة بتصير عند بعض الأطفال انه مهما حاولنا نعلمهم القراءة ما بيقدروا انه يمتلكوا هالمهارة، رغم انهم ضمن مستوى الطبيعي من الذكاء واحيانا مستوى ذكائهم عالي. هدول الأطفال بيكون عندهم عسر قراءة او ديسلكسيا. واضطراب العسر القرائي ما له علاقة بتدني الذكاء او التخلف العقلي، لأنه الطلاب اللي عندهم عسر قرائي ممكن كتير يكونوا مبدعين بمجالات تانية. طيب كيف ممكن نعرف إذا الطالب عنده عسر قراءة؟ من خلال مظاهر قرائية أولاً، يعني منلاحظ عند الطالب تأخر أو عدم القراءة بوضوح أو خلط الحروف والكلمات والجمل. رح أعطيكم أمثلة ليكون الموضوع أوضح، مثل أنه يقلب الطالب مقطع من الكلمة فبيقرأ دناء بدل نداء وكوافة بدل فواكه، أو يحذف حروف ويضيف حروف، مثل أنه يقرأ ولد بدل والد ونادى بدل ندى، أو قلب أماكن الحروف مثل حرب بدل بحر وفرس بدل سفر، أو إضافة كلمات مو موجودة بالنص، أو تكرار الكلمات نفسها أكثر من مرة بدون مبرر، أو تبديل بعض الكلمات بكلمات تانية بنفس المعنى مثل العالية بدل المرتفعة أو الطلاب بدل التلاميذ. وغير كل هاد، صعوبة التركيز على موقع النص، وبيبين هاد الشي بارتباك الطالب وقت بده ينتقل من سطر لسطر يلي بعده. غير هاي المظاهر القرائية، في مظاهر بترتبط بالأنشطة اليومية بيبين من خلال الطفل يلي عنده عسر قراءة، مثل ضعف التركيز على قصة عم يسمعها وصعوبة التنسيق بالنشاط يلي عم يعمله، مثل مسك الكرات أو تنطيطها أو رميها، وكمان صعوبة أداء بعض الأعمال مثل لبس الملابس وربط الحذاء واستعمال الزرار. إضافة لكل شي حكينا، ممكن نلاحظ عند الطفل عسر القراءة رداءة الخط والخروج عن السطر بالكتابة وصعوبة ترتيب الحروف. فإذا شفنا كل هالمظاهر عن طفلنا رغم مرور 6 شهور على بداية تعلم القراءة، ما نجزم أن الطفل عنده عسر قراءة، لازم نعرضه على مختص وهو يقرر التشخيص. طيب وإذا كانت نتيجة التشخيص أن الطفل عنده عسر قراءة، شو نعمل؟ نبطل نعلم الولد أو نقعد نقول الولد مضابط للدراسة؟ أكيد لا. بهي الحالة بدنا نكون جزء من خطة علاجية بيشترك فيها محيط البيت والمدرسة، وتبلش بتشجيع مستمر لرفع معنوياته ومعالجة أسباب الظاهرة يلي ممكن تكون نفسية أو اجتماعية أو تعليمية تربوية، وتوفير بيئة مساعدة للطفل على التعلم والاستيعاب تكون خالية من كل عوامل التشويش وتشتيت الانتباه، والحكي معهم بلغة سليمة وصوت واضح، وطرح الأسئلة بشكل واضح وعدم تعقيدها أو تركيبها، يعني ما يكون السؤال مكون من أكثر من جزء. وننتبه كتير أنه ما نحرج الطفل يلي عنده عسر قراءة قدام رفقاته أثناء القراءة الجهرية، والكتابة بخط واضح ومقروء، وتخصيص وقت مناسب للطفل المعسر بالامتحان أو بالكتابة عن السبورة أو إنجاز الوظائف. ومع كل هاي الخطوات بدنا نكون صبورين وبالنا طويل لنقدر نساعد الطفل. وآخر شي بدي أرجع أذكركم أن الطفل المصاب بعسر القراءة غالباً بيكون مبدع بمجالات تانية، وهذا دليل قوي على أنه عسر القراءة ما له تخلف عقلي. طيب اسمعوا مشاهير العالم اللي كانوا مصابين بعسر القراءة: العالم ألبرت أينشتاين، الرئيس الأمريكي جورج واشنطن، الممثل الأمريكي توم كروز، مخترع توماس أديسون، المخترع ألكساندر جراهام بيل، الملاكم محمد علي كلاي، الفنان العالمي بابلو بيكاسو، المخرج والمنتج السينمائي ستيفن سبيلبرغ، والممثلة جينيفر أنستون وغيرهم. مشان هيك خدوا بإيد أطفالكم وساعدوهم ووصلوهم لمستقبلهم يلي بيستحقوه. اتضلوا بخير ومنلتقي بالحلقة الجاية. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما.